السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم راح ناخذ مادة جديدة اللي هي لابلاس ترانسفورمر، تحويلات لابلاس. الفكرة من هاي التحويلات أن هذه تستخدم لحل المعادلات التفاضلية من الدرجة الأولى والثانية يعني. والفكرة منها أنه نحول المعادلة من التايم دومين إلى الفريكوينسي دومين. يعني مثلا انا عندي داله صيغه الزمن، اذا اسوي لها لابلاس، طبعا هذا الرمز لللابلاس، لما اسوي لهاي الداله في حاله التايم دومين، من اسوي لها لابلاس تتحول الى داله اف كابيتال لاس للفريكوينسي دومين. واضح؟ زين، هذا اللابلاس له فد صيغه عامه الطالب لازم يحفظ، هاي الصيغه العامه اللي هي عباره عن f ل s تساوي تكامل من الصفر الى الانفينيتي f t اكسبنيشن ناقص s t d t. هاي الصيغه العامه جدا مهمه. زين، عندي قوانين سبعه اشتقوها من هاي الصيغه العامه، راح اذكرها لكم بصوره مباشره. زين، مثلا عندي اول قانون، اول قانون يشمل الثوابت الارقام الطبيعيه. يعني مثلا انا عندي لابلاس لـ a، الـ a اللي هو اي رقم كونستنت، هذا شلون ينحل؟ هذا ينحل انه يصير الـ a نكتبه هنا ويصير على s. راح تسالني منين اجى هذا؟ هذا طبقوه بالصيغه العامه وجدنا هذا. طبعا انا راح احل لكم اول حاله ان شاء الله، بعد هذا بعد ما اذكر القوانين السبعه راح احل لكم اول حاله وبعدين ابدا اخذ امثله، بس حتى اوضح لكم شلون جابوا هذا القانون من خلال الصيغه العامه. زين، ثاني قانون، مثلا انا عندي لابلاس لتي اس ان، يعني قصده لابلاس لتي الاس ان يعني اي رقم، تي اس 10، تي اس 15، تي اس 100، مو مهم. هذا شلون احوله؟ الحل مالته يكون كالتالي، خلي خط كسر، هاي الـ n نكتبها هنا، نسوي لها مضروب العدد على s، هاي الـ n مرة أخرى نكتبها هنا زائد واحد، هاي الصيغة الثانية تحفظوها. الثالثة، ثالثا مثلا إذا جاني لابلاس لـ explanation، هذا الـ explanation a t t، هذا هو يعني تايم دومين، اي اللي هو اي رقم. فرضا هذا الرقم عندنا حالات، اما ان يجي موجب او سالب، مثلا اما ان يجي موجب او سالب، هذا شلون راح نحوله باللابلاس؟ اول خطوه نخلي خط كسر، هاي واحد، بعدين نخلي واحد على هنا نكتب اس، اذا كان هذا زائد فهذا شو يصير؟ ناقص، وهاي الاي تكتب هنا، وإذا كان هذا ناقص فهذا شو يصير؟ زائد. تلاحظون أنا عكست الإشارات، يعني إذا هذا زائد هذا يصير ناقص، وإذا هذا ناقص هذا يصير زائد. هاي الصيغة العامة له. واضح؟ هسه ناخذ رابع حالة اللي هي مثلا لابلاس لساين أي دالة بها رقم أي تي، أي رقم الأي. هاي شلون نحولها؟ بكل بساطة خلي خط كسر، هاي الاي ناخذها هنا نكتبها اي على اس تربيع زائدا اي تربيع، يعني هاي الاي اكتبها مرة اخرى هنا اي تربيع. ها صار عندي اربع صيغ. الصيغة الخامسة، مثلا انا عندي كوساين اي لتي، اذا اسوي لها لابلاس فش راح تتحول؟ خط كسر. الفرق بين الكوسان والساين، الساين كان ياخذ الاي ويخليها بالوسط، هذا ما ياخذ الاي ويخليها بالوسط، اس على اس تربيع زائدا اي تربيع. اذا تلاحظون الكوسان يشبه الساين بالمقام، متشابهين بس الفرق بالبسط، الساين ياخذ الاي بس الكوسان اس. سادسا، مثلا ساين هايبربليك اي تي، يعني الدوال المتزايدة، هاي شلون تنحل؟ لاحظوا الساين هاي نفسها الساين، شوفوا الاختلاف شنو بيناتهم، تخلي خط كسر،
بالسان كان يخلي الاي هنا، هذا هم نفس العمليه، يخلي الاي هنا وهنا اس تربيع، هذا هم اس تربيع. الفرق بالزائد، هذا زائد بينما الدوائر المتزايده ناقص اي تربيع، بس هذا الفرق بيناتهم. سابعا لابلاس لكوساين هايبربليك اي تي، هذا شلون نحوله؟ نفس العمليه، خط كسر بالكوساين مو كان نخلي الاس فوق، هذا من نفس العمليه الاس فوق هاي واحد، والمقام نفس الشيء اس تربيع، بس الفرق هذا زائد بالهايبربليك ناقص اي تربيع. اصدقائي هاي القوانين السبعه ذكرتها، هذني التعويض المباشر، هذني السبع قوانين كلها اشتقوها من خلال هذا. وانا صراحة اوضح لكم اول حاله بس، شلون اشتق الاي تي وشلون لقى القانون اي على اس، شلون وجدناه من خلال الصيغه العامه. زين خلي هالورقه هنا. مثلا انا عندي لابلاس لاي، لو اطبق الصيغه العامه اللي هي هاي، يعني بدل كل اف تي اخلي اي، فايش راح يصير؟ اف اس تساوي من الصفر الى الانفينيتي، بدل الاف تي راح اخلي اي، اوكي؟ حسب القانون بدل الاف تي خلي اي، والاكسبنيشن ناقص اس تي والدي تي راح ينزلون، اكسبنيشن ناقص اس تي دي تي. زين شلون راح اكمل هذا؟ الاي يعتبر ثابت، اقدر اطلعه خارج التكامل، فيصير اي تكامل من الصفر الى الانفينيتي، اكسبنيشن ناقص اس تي دي تي. هاي اول خطوه، بس مجرد طلعت الثابت برا. الخطوه الثانيه الاكسبنيشن حتى اكامله لازم اوفر المشتقه مالته، مشتقه الاس مالته ناقص اس تي. زين انا اشتقها بالنسبه لمن؟ بالنسبه للزمن، بالنسبه للتي. يعني شلون انت عندك ناقص اس تي، انا بدي اشتقها بالنسبه للتي، فالتي اس الاس ماله واحد، واحد في ناقص اس ناقص اس، التي يطرح من الاس مالته واحد، يعني يصير تي اس واحد ناقص واحد فيصير صفر، واي رقم او حرف اسه صفر فيطلع واحد، يعني الاشتقاق ماله هو عباره عن اس تي. زين هل متوفره مشتقته بصفه؟ لا. فايش راح نسوي؟ راح نضرب في ناقص اس ونقسم على ناقص اس، هاي الاس راح اخليها بصف الدي تي حتى اوفر مشتقه الاس للاكسبنيشن، وهاي انا ما احتاجها فراح تطلع خارج التكامل، فاللي راح يصير عندي هو اي على ناقص اس او ناقص اس، هنا اخلي ناقص خليتها فوق، نفس الشيء تكامل من الصفر الى الانفينيتي، اكسبنيشن ناقص اس تي في المشتقه مالته اني وفرتها، يعني ناقص اس دي تي. هسه مشتقه الاس متوفره، اذا اقدر اكامل ويساوي ناقص اي لاس، فراح يصير اكسبنيشن ناقص اس تي، تكامل الاكسبنيشن نفسه بس مجرد ان توفر مشتقته، حدود التكامل مالتي من الصفر الى الانفينيتي. زين راح اعوض الابر ومن ثم اللور، يعني ويساوي ناقص اي لاس اكسبنيشن، اذا عوض هنا بدل التي انفينيتي، انفينيتي في اس راح يطلع انفينيتي، ناقص اكسبنيشن اذا عوض صفر بدل الاس تي، طبعا هذا اذا سالب او موجب ما عندي اشكال به، سالب هو حاليا اللي هنا اذا عوض انفينيتي فسالب انفينيتي، هنا اذا عوض صفر بدل التي بالحاله الثانيه صفر في اي كميه فراح يطلع صفر. زين ويساوي ناقص اي لاس، هذا نتيجته صفر والناقص ينزل، اكسبنيشن الصفر هو واحد، صفر ناقص واحد ناقص واحد، ناقص واحد في هذا يعني سالب في سالب فيصير شنو؟ موجب، فراح يصير عندي اي واحد في اي على اس. اذا اني وجدت انه لابلاس لي اي هو راح يطلع لي اي لي اس، شوفوا هذا القانون لابلاس اي لي اس، وضحت لكم انه هاي الصيغه السبعه كلها من خلال هذا القانون اوجدوه، واضح؟ هسه حاليا ايش راح اسوي؟ راح ابدا اخذ امثله لكل حاله. ضروري هاي السبع قوانين تحفظوها، فراح ناخذ مثال على اول حاله.
مثلا لابلاس لخمسة، هذا مثال. آخذ مثال، هذا راح نحله. شلون نحله؟ أول خطوة خط كسر، هذا خمسة على اس، انتهى الحل. بالنسبة للحالة الأولى، مجرد الرقم اللي هنا موجود يتخلى بالوسط على اس، وأنا طبقت القاعدة. الحالة الثانية مثلا لابلاس ثلاثة، عفوا ثلاثة مثلا تي أس أربعة مثلا، حتى تشبه هاي القاعدة، ويؤدي إلى هاي. أقدر أرتبه بخطوتي، مثلا هذا الثابت أطلع برا، فش يصير؟ ثلاثة لابلاس تي أس أربعة. تلاحظون هذه تشبه هاي صح؟ تي أس إن هاي تي أس أربعة، يعني بدل الإن أربعة. الخطوة اللي بعدها الثلاثة تنزل في هذا تي أس أربعة، شو تحول؟ القاعدة تقول خط كسر، خط كسر، فأنا أخلي خط كسر N مضروب، يعني قصد الأس تجيب هنا تكتبه مضروب، يعني أربعة مضروب. الخطوة بعدها على S أس N زائد واحد، يعني على A أربعة، عفوا على S بدل الN إيش قد أخلي؟ أربعة زائد واحد، فيصير ثلاثة في أربعة مضروب، هو عبارة عن أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد، أربعة في ثلاثة 12 في اثنين 24 في واحد 24 24. S هنا ايش راح يصير؟ S 4 زائد 1 5، يعني يصير S أس 5. فلما نكمل الحل 24 في 3، 4 في 3 12 72 على S أس 5، انتهى الحل. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة اللي هي إذا جانا exponential، ناخذ فد مثال عليه. مثلا اريد اسوي لابلاس لثلاثة اكسبنيشن ناقص أربعة تي. زين، هذا شو راح نحل المثال؟ حسب القاعدة مال الاكسبنيشن لازم اخلي خط كسر، واحد على اس عكس الاشارة زائدا معامل التي. زين، بس قبل لا احل، اول خطوة هذا الثابت خارج اللابلاس، يعني ثلاثة لابلاس اكسبنيشن ناقص 4 تي، هاي اول خطوه، ويؤدي الى مثل التكامل بالضبط، يعني نطلع الكونستانت خارج التكامل بالضبط. فايش راح يصير؟ 3 هذا شلون نحوله؟ حسب القاعده خط كسر، 1 على اس عكس الاشاره، فانا هم نفس العمليه اكتب 1 على اس عكس الاشاره، شنو الاشاره هنا؟ سالب، فانا ايش اسوي؟ زائد. وهنا ده يقول لي خلي المعامل مال التي، شنو المعامل مال التي هنا؟ أربعة، فأكتب أربعة. الخطوة اللي بعدها بس مجرد ثلاثة في واحد، فيصير ثلاثة على S زائد أربعة، انتهى الحل. نأخذ مثال على حالة الساين. مثلا example، مثلا عندي لابلاس، خلنا نضيف رقم خمسة S ساين، عفوا ساين مثلا 2 تي. شرح نحل هذا المثال. أول خطوة هذا الثابت أطلع خارج اللابلاس، فيصير خمسة لابلاس ساين 2 تي، هاي واحد. الخطوة الثانية أمشي على القاعدة، لازم أنا أكون حافظ هاي القوانين. القاعدة مالت الساين شو تقول؟ خط كسر أي على ساين تربيع زائدا أي تربيع، يعني الخمسة تنزل في أي على ساين تربيع زائدا اي تربيع، اي تربيع، اي تربيع، اي منو؟ هذا الاي، فيعني اثنين هنا نزله على اس تربيع زائدا اي تربيع، يعني قصده هذه اثنين تربيع، هاي الفكره مالته. الطالب المحترف بالحل مباشره يكتبها اربعه يقدر، بس انا حبيت افسخها اكثر حتى تفهمون اسرع. فايش راح يصير؟ خمسه في اثنين عشره على اس تربيع زائد اثنين اس اثنين اربعه، انتهى الحل. مثال آخر راح ناخذ على قاعدة الكوساين. ناخذ لنا فد مثال، مثلا لابلاس، نعطي فد مثال مثلا أربعة مثلا كوساين خمسة تي مثلا. أول خطوة الكونستانت خارج، فش راح يصير؟ أربعة لابلاس كوساين خمسة تي،
ويؤدي إلى الأربعة تنزل في هذا. حسب قاعدة الكوساين يصير S على S تربيع زائد A تربيع. يعني أكتب S على S تربيع زائد A تربيع. A تربيع منه هذا، يعني 5 تربيع، ويؤدي إلى 4 في S 4 S على S تربيع تنزل 5 أس 2 يعني زائد 25. مثال آخر، هاي المثال راح ناخذه على الهايبربليك. مثلا ناخذه على الساين هايبربليك، لابلاس مثلا ساين هايبربليك لخمسة تي مثلا. شو راح نحل هذا المثال؟ هنا ما عندي كونستانت اطلع برا، فمباشرة راح احل خط كسر. القاعدة مالت الساين تقول اي على اس تربيع ناقص اي تربيع، يعني الاي اللي هي الخمسة على اس تربيع ناقص اي تربيع يعني 5 تربيع. الخمسة تنزل اس تربيع زائد عفوا ناقص اسف 25، انتهى الحل مالته. واخر قاعدة راح ناخذ مثال لابلاس على الكوساين هايبربليك 2 تي. القاعدة تقول الكوساين إذا صادفنا كوساين نخلي S على S تربيع ناقص أي تربيع، S على S تربيع ناقص أي تربيع يعني 2 تربيع، ويؤدي إلى عفوا نخلي خط كسر S على S تربيع ناقص 4، انتهى الحل. طبعا هاي القواعد هاي اللي ذكرتها لهم الأكثر شيوعا، فانتم مو مطالبين انه تشتقن، اذا الاستاذ طالبكم تشتقونها من خلال هذا القانون. شلون اشتقيت اول حاله؟ نفس العمليه. فالصيغه العامه جدا مهمه الطالب يحفظها، يعني اذا اراد يتحقق من قانون من خلال هاي الصيغه العامه. المطلوب منكم شو؟ ان تحفظون هاي الصيغ لان هي الاكثر شيوعا، اكثر استخداما، مباشره نستخدمها. طبعا لهنا تنتهي المحاضره مالتي، اتمنى تكونوا استفدتوا من عندي. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.